الانقطاع المرة الثانية هو ده الصعوبة، خصوصا ان احنا زي ما قلت لك انا هنا في مارتل بيتش في ساوث كارولاينا، يعني الخدمة اقل شوية من العواصم زي نيويورك تورونتو على اي ناس تاني. الالبيومين يا شباب، الكريستالوايتس كنا بنقول متناهيات الصغر، فهي المسؤولة الأساسية عن الأزموتيك بريشر، بس لأنها متناهيات الصغر فكر معايا، فهي بتتواجد خارج وداخل البلاد فيسلز، يعني صغيرة جدا تقدر تخرج بره البلاد فيسلز. أهو أنا هعمل لك رسمة أهي، أهي موجودة خارج وداخل البلاد فيسل، اللي هي النقط الصغيرة خالص اللي أنا عاملها. يبقى تخيل الوضع كالآتي، يبقى كأن في 5000 بره و 5000 جوه بيشدوا الحبل، قوة بتشد لجوه 5000 وبره بتشد 5000، قوتان يعني عظيمتان ولكن متضادتان. يبقى إن المحصلة إيه؟ صفر، ineffective. يبقى الأوزموتيك بريشر، التوتال أوزموتيك بريشر بتاع البلاد ال 5000 بيعذو اساسا الى الكريستالويدز، لكنها قوه غير مؤثره. ليه؟ لانه الكريستالويدز صغيره جدا بتخرج، فسهل الكميه اللي بره قد اللي جوه، الشد اللي بره زي الشد اللي جوه، يبقى قوه غير مؤثره. لكن تعالى الالبيومين، كميات قليله، اللي هي النقط اللي انا عاملها لك السودة الصغيره دي الاكبر شويه، النقط دي شايفها؟ دول 29 بس، حتى هما بالظبط يعني لو حسبناهم بيبقوا 19 و9، 19 قلبي من قلبي و9 حاجات ممسوكه في القلب، صوديوم ممسوك مع القلب، لان القلب بيبقى نيجاتيف تشارج، بيشد شويه صوديوم ناحيته مش موجودين غير معاه هو بس، مش موجودين بره. ده توزيعها يعني لو عاوز تعرف. المهم خلينا في 29 جوه بس، يبقى قوه صغيره بس جوه بس، دي اللي بتشد الميه جوه، يبقى دي القوه المؤثره effective osmotic pressure. نسميها كولويدال، لان ده مش كريستالويدز، كولويد يعني حاجه عضويه، او بنفس المعنى انكاتيك اوزماتيك بريشر. فهنا بقى المقطع الاول مهم جدا، لما يقول لي القلب من الاوائل المسؤول عن ايه، اقولها برضو بطريقتي وهتاخدوا عليها، افكتيف كولويدال او انكاتيك اوزماتيك بريشر. يبقى فاهم فين الكلمه المهمه؟ مش اوزماتيك بريشر، الكلمه المهمه افكتيف او كولويدال او انكاتيك، لان لما اقول توتال اوزموتيك بريشر مسؤول عنه الكريستالويدز، لانها هي اللي اكتر بما لا يقارن، بس ان افكتيف غير مؤثره، بتخرج بسهوله، تركيزها بره زي جوه، الشد بره زي الشد جوه، يبقى لا قيمه لها. وعشان تفهم القصه باختصار شديد، في الكابيلاري اللي انا رسمه قصادك اللي هو محصور ما بين ارتري على ايدك الشمال وفين على ايدك اليمين، ازاي بيتم التبادل؟ في الكابيلاري ناحيه الارتري بسبب ان في فيري هاي بريشر الميه بتخرج، بسبب ان الهاي بريشر بيبقى اعلى من الاوزموتيك بريشر. بنيجي ناحيه الفين الضغط قليل، فيبقى الاوزموتيك بريشر اعلى من البلاد بريشر، فيروح مدخل ميه، يبقى الميه اللي خرجت من هنا دخلت هنا، خرجت من هنا بسبب ان الارتيريال بريشر اعلى من الاوزموتيك بريشر عند الارتيريال اند، اما عند الفينس اند الاوزموتيك بريشر اعلى من الفينس بريشر، الفينس بريشر واطي جدا، فالميه تدخل، وده اللي بيحافظ على حجم الدم. انه اللي بيخرج الميه هو، افتكرها، الهيدروستاتيك بريشر، الارتيريال بريشر، عشان كده الخروج اساسا ناحيه الارتي. طب واللي دخل الميه اللي خرجت اكتر؟ الاوزموتيك بريشر ناحيه الفين. يبقى دي هي الصفحه الاخيره، اعيدها تاني بسهوله، اللي هو وظائف البلازما بروتينز. وعلى فكره إذا بقول إذا كانت المذاكرة فن فالتحصيل فن ثاني والإجابة فن ثالث، فأنت في التحصيل لازم تبقى فاهم مش مجرد بتقرأ، في الإجابة هنتكلم عليها في مرحلة لاحقة. هعيد تاني الفانكشنز اوف بلازما بروتينز 8، ده أهم، ده درة هذه الصفحة. طبعا الحصة القادمة بإذن الله أوتونوميك ده بقى الروعة كلها، لأنه عاوز فهم إلى أغوار تانية خالص، يعني تحس ان في فرق باذن الله في الاوتونوميك اكثر من البلاد. We have 8 functions. اتفقنا سويا ان احنا عشان نفتكرهم نقسمهم اربعه واربعه بطريقه يعني عملها لعبد الله. اربعه سبيسيفيك وهتفتكرهم من اسماء البلازما بروتينز: البومين، جلوبلينز، فايبرينجين، بروثرومبين.
لماذا صنع الخالق سبحانه أربعة أنواع؟ لأن كل نوع لها specific function وفور other functions. ما قلنا ما هماش general، ما هماش non-specific زي ما كاتب الزملاء، هما less specific وأثبتها لكم. تدي بالothers A B C D. A absorption and conservation. Adsorption صلحوها مش بالبي، adsorption يعني التصاق ومحافظة. وهنا للأوائل هتكتب حاجتين: التصاق المينرالز المعادن والهرمونز بغرض ايه؟ بغرض ان دول هيفقدوا في البول to prevent loss in urine، يبقى ده الايم، نسميها في الانجليش الايم. انما التصاق الليبيد بالبروتين، ليبيدز كبيرة، بغرض تاني خالص انها تبقى ميسيبول سوليبول ان ووتر، دايبة في المية فما تلتصقش بالجدران، يبقى ده الادزوربشن اند كونزرفيشن. وهنا اثبتت لك في دي ان دول برضو سبيسيفيك، ان الهرمونات الجنسية الانثوية يشيلها الالبوم، انها كتيرة محتاجة لالبوم لان هو الاكثر، اما بقية الهرمونات بتتشال على الجلوبلز، يبقى برضو الموضوع فيه تخصص لسه سبيسيفيك. تاني وظيفة بفر، ومش عادة تاني، شرحت الديتيلز اللي مش هيطلبها منك حد. البفر كل بروتينات جسمك بفر، البلازما بروتينز تمثل 15% من البفرينج بارو بلاد. ولو سألتني مال 85% مين؟ الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز، لانه اكتر من البلازما بروتينز. تالت وظيفة سي كابيلاري بيرميابيلتي، وقلتها في عربياتنا البسيطة والتشبيه البسيط، لان احنا زي ما قلت بنتخيل انه هي الدرف بتاعت البورز بتاعت الكابيلاري مصنوعة من البروتينز والكالسيوم. دي لانها دايناميك ممكن نستخدمها، وعلى كده اما ناكل نعمل غيرها، فهي دايت ريزيرف احتياطي الاكل. يبقى نقولها تاني مع بعض. ايه انت هتقول معايا؟ انا متخيل انك بتقول معايا. ادزوربشن ما تغلطش، صلح ادزوربشن اند كونزرفيشن. بي بافر 15% اوف ذا بافرينج باور بلاد. سي كابيلاري بيرميابيلتي. دي دايت ريزيرف. نيجي الاذر سبيسيفيك فانكشن، ناخدهم من تحت الاسفل. بروثرومبين اسمه ينطق بوظيفته، برو قبل ثرومبس جالتا اي ان بروتين بلاد كلوتي. فايبرينوجين اسمه ينطق بوظيفته، صانع البروتين الخيطي اللي هو شبكه الجلطه، يبقى بلاد كلوتي. طب ورقمه ده اكبر واحد، يبقى بيخلي البلازما مش عارفه تمشي في الاوعيه لانها لازجه، فهو المسؤول عن البلازما، بلازما فيسكوستي، ما تغلطش في الام اس كيو. اللي مسؤول عن البلاد فيسكوستي ار بي سيز، بلازما فيسكوستي فايبرينج. جلوبلينز، الجاما جلوبلينز، ثلاث اسئله في الام اس كيو هقولهم، هي الاكثر تركيزا، هي الاكبر حجما، هي الاهم، هي دي الانتي بوديز. طب لو انا من الاوائل على الدفعه، لا مش هكتب زي الكتاب، هزود. البيتا جلوبلينز دي حاجتين، هي دي البلاد كلوتينج فاكتور دي واحده، وهي دي الترانسفيرين حامل حديد. طب والالفا جلوبلين، هي دي اهم ماده بترفع الضغط، انجيو تنسين، انجيو يعني وعاء وتنشع ضغط، وجن يعني بتعمل انجيو تنسينوجين، الماده المخلقه الانجيو تنسين دي الفا جلوبلين. الالبومين للاوائل هو المسؤول عن الافكتيف او كولويدال او اونكوتيك اوزموتيك بريشر. امال مين مسؤول عن توتال اوزموتيك بريشر؟ كريستالويدز، بس موجوده بره وجوه، تبقى ان افكتيف. 5000 ما لهمش قيمه بره زي جوه، دول بقى ال 29 اللي فيهم الشفا. يبقى تاني البومين افكتيف او كولويدال او اونكوتيك اوزموتيك بريشر. جلوبلينز اهمهم الجاما جلوبلينز انتي بوديز. فايبرينوجين رقمه لانه اكبر واحد بلازما فيسكوستي واسمه البلاك كلوتي. بروثرومبين ده البلاك كلوتينج. طيب other function A B C D. A absorption and conservation. B buffer 15%. C capillary permeability. D diet reserve لأن هما dynamic. Thank you for good listening. أنا متشكر جدا على كل اللي كتبتوه، أثر فيها إلى أقصى درجة، وأيل دو ماي بيست لكم ولوطننا العزيز إن أنا أقدم أي حاجة with pleasure. ومن يوم ما كنت نائب في القصر العيني، يعني أنا تطوعت في بورسعيد في يوم مثل هذا اليوم في 6 أكتوبر، وكنت باي ذا واي متجوز بقالي شهور قليلة، ولكن تهون الروح ويهون كل شيء لأجل مصر.
ألقاكم على خير بإذن الله يوم الثلاثاء في هذا الموعد مع الأوتروميك، وأرجو أن أنتم تكونوا استفدتوا، وأشكركم مرة أخرى على وقتكم اللي ادتوهوني عشان يعني نتواصل مع بعض. شكرا، سلام عليكم.